السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي فضلتك؟ بخير الحمد لله. مرحبا بشيخ مجدي منصور. فضلتك أنا عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال: ما هو حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة مع الحج؟ إذا كنت تقصد الذهاب إلى التنعيم فلم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الثاني: انا عايز اشتري ذهب، والشخص اللي هيبيع لي الذهب او المحل اللي هيبيع لي الذهب ده بيقول ان هو ياخد جزء من الفلوس ويثبت لي سعر الذهب وبعدين يجيبه لي في اليوم التالي وادفع له باقي المبلغ. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز، لازم ادفع الثمن بالكامل واخد الذهب بالكامل. نعم. طيب السؤال الاخير: انا بتاجر في الذهب من خلال البورصه اللي هي الفوركس، لو فضلتك تعرف. لا تجوز. لا تجوز. لا تجوز. انا بحساب اسلامي ما فيهوش اي فوائد تبييض. لا تجوز. لا تجوز فوركس. لا يجوز. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا شيخنا. مرحبا بك واهلا وسهلا. انا اتصلت بحضرتك بالامس بس الخط فصل فما عرفتش اكلم حضرتك تاني. اتفضل. قول لحضرتك، انا كان سابقا كنت اتصلت بحضرتك بخصوص ان انا عليا دين واجب السداد. أيوة. ماضي شيكات لناس وكلام من دوت، وحضرتك قلت ان يعني يجوز الاقتراض بالربا في حال الضروره، يعني ان كنت ستسكن مثلا او ما شابه. طيب والسؤال؟ فالسؤال ان انا حضرتك يعني انا بعيدا عن الامور ديت كلها جزاك الله خيرا. أيوة. انا كيف اتغلب على 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 هذا الامر نفسيا يعني؟ انت سالتني امس ايضا مره ثانيه هذا السؤال. نعم، بس حضرتك بتجيبني جزاك الله خيرا ان الخط فصل فما عرفتش حضرتك. أيوة. يعني كنت بتتناقش معي والخط قفل وحاولت اتواصل مع حضرتك ثاني بس ما امكنش. قلت لك نفوسنا كلها تأبى أن تأكل من الخنزير. نعم. وتأبى أن تأكل من الميتة. نعم. لكن إذا كنا سنهلك فرب العزة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نعم. شكرا. مرحبا الشيخ مجدي منصور، بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. الحمد لله بخير. الحمد لله، ربنا يبارك لنا في عمر حضرتك. يا رب وإياك. لو سمحت يا شيخنا، كان واحد كتب الكتاب على بنت خالته وما حصلش نصيب وهيبسخه يعني كتب الكتاب. طيب. هي حقها ايه؟ هو الذي سيطلق لها نصف كل المتفق عليه من الصداق، لا نصف الشبكة. هو بالنسبة للقايمة يعني هم عايزين نصها، هو ما استلمش أي حاجة، يعني ما فيش أي حاجة. بس صبرا، بس صبرا، مضى على القايمة. صبرا. تمام يا شيخ، لها نصف الشبكة ونصف المؤخر، والقايمة تشتمل على شيئين:
تشتمل على شيء كان سيأتي به الزوج وشيء ستأتي به الزوجة. فالشيء الذي سيأتي به الزوج ينصف فقط إلا إذا سامح. القائمة تشتمل على شيئين، تشتمل على الغرف التي كان الزوج سيأتي بها والأثاث الذي ستأتي به الزوجة. تمام. فطبعا الذي يخصه من القائمة هو الأثاث الذي سيأتي به. افترض أنه كان سيأتي بغرفتين مثلا، الغرفة مثلا بعشرين ألف، عليه النصف، نصف الغرفتين. بس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. ربنا يمدك بالصحة والعافية يا رب، يا رب وإياك رزقا حلالا ومباركا فيك يا رب وإياك. معلش عندي ثلاث أسئلة بس مش هطول على حضرتك. تفضل. السؤال الأول، عندنا المسجد في صلاة الفجر بيطول شوية، فجيت سألت الإمام بقول له يعني لو نخفف شوية مثلا عن الناس، في ناس كبير في السن وكده، فقال لي لا، اللي عايز يجي يصلي هنا يقف ورانا واحنا بتصلي كده، اللي عايز يقعد يبقى يقعد عادي. فكنت اشوف بس حكم الدين في الموضوع ده. غير موفق في جوابه. غير موفق في جوابه، يعني صح انه يخفف شويه عن الناس، ما هو ربع كامل يراعي احوال الناس. تمام. السؤال الثاني، ليا عمي في سن الستين كده، لا يعني ما بيعرفش يقرا ويكتب، بس هو لا ما شاء الله يعني ملتزم في الصلاه وفي صلاة الفجر وكده، بس هو المشكلة يعني بيبكي كده يا شيخ عشان ما بيعرفش يقرأ القرآن. فدوت يعني ايه يعني المشكلة؟ يعني واحد لا يستطيع ان يقرأ القرآن لكونه أميا، يحفظ ولو الفاتحة. ما هو حافظ الفاتحة بس هو بيبقى عايز مثلا يقرأ أكتر في القرآن، ويقبل ورد قرآني مثلا كل يوم يقرأه. كان بيبكي والله معايا اول امبارح. طيب عفوا يعني ما سؤالك انت؟ يعني ما سؤالك، يبكي ولا يبكي، ما سؤالك انت؟ يعني مثلا دوت يعني عايز بس اقول له حاجه اصبره بها يعني. خلاص الحمد لله، الفاتحه يعني الواجبه وما وراء ذلك يجتهد. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. سمعت يا شيخنا، يجوز ندخل زكاة المال في إفطار صائم في رمضان؟ لا يجوز. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ. تفضل. الله يكرمك. بنقول لحضرتك يا شيخنا، فتاة تزوجت بشاب غصب عن ابيها. طيب. ويريد ان يعطي الميراث لاخوتها، لاخوات عياله التانيين، لاولاده التانيين. ايوه. هل يجوز؟ في اسال سؤالا. تفضل. لماذا تزوجت بدون اذن ابيها؟ لا ليس بدون اذني، ولكن بدون مرضاتي غصب عنه. ايوه، لماذا يعني؟ لماذا؟ تريد ان تتزوج فقط ولا ابوها يعضلها؟ لا فقط، يعني هي عايزه واحد هو مش مناسب لها ماديا ولا اجتماعيا ولا دينيا ولا اي شيء. ايوه، ممكن في الحياه الدنيا حتى لا يتعرض الاب لسخط في الحياه الدنيا يهب هبات للأولاد ويستثنيها. يهب هبات في حاجة الدنيا ولا يستثنيها. ويستثنيها. ويستثنيها. أيوه. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الشيخ الحبيب بارك الله في عمرك. تفضل، الله يسلمك وفيك والله. الله يسلمك.
سؤال لشيخنا، لو الزوجة رمضان الماضي كان فيه حمل وولدت، وطبعا في رضاعة طول العام، فبقى عليها 15 يوم من رمضان لم تقدر على الصوم، ماذا تفعل؟ تقضي ولو بعد رمضان، حتى لو جاء رمضان حتى لو جاء هذا تقضي بعده؟ حتى لو جاء رمضان. هناك من العلماء من يقول إذا جاء رمضان آخر ولم تقضي ما فاتات تقضي بعد رمضان الآخر وتطعم مكان كل يوم مسكين، ولا أعلم مستندا لهذا القول بإطعام المسكين مع القضاء. والله قال في عدة من أيام أخر. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي الحبيب، محبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا، هل الماركت والبقالة كيف تخرج زكاتهم؟ تقوم السلع بسعر الجملة الذي إذا أعلن بيعت كل هذه السلع، أما الأصول الثوابت ثلاجات أدراج مكاتب رفوف، كل هذا ليس عليه زكاة، إنما البضاعة الدائرة. إذا يعني البضاعة عليها زكاة كمثلها مثل زكاة المال؟ أيوه، لكن بسعر الجملة، والسعر الذي إذا أعلن بيعت، افترض أن البضاعة تساوي 100 ألف، لكن ليس هناك مشتري، لكن المشتري يأتي ب70 ألف، أربط الزكاة على 70، إلا إذا أنا أخرجت من جنس البضاعة التي أبيعها، من جنس البضاعة أخرجت زكاة، يعني مثلا عندي 1000 علبة نيدو، تمام. أخرجت منهم 25، لا بأس بذلك أيضا. يعني يجوز إخراجها مال وبضاعة. بضاعة بقيدين، أن تكون نافعة للناس. شكرا شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. مرحبا شيخ ابراهيم بن السلام رمزي. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك يا شيخ. طيب الحمد لله، بارك يا الله فيك عبد شيخ الخلاق. مختار. الله يحبك، الله الذي احببتنا فيه. ليه يا شيخ بالذرية الصالحة، وان ربنا الله فيك يا يتمم ابنة حمل عائشة. مرات على خير ان شاء الله. الله يتمم حمل زوجتك على خير ونساء المسلمين يا رب يا رب. شكرا يا شيخ، شكرا. عليك. ونقر في الارحام ما نشاء لاجل المسمى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. شيخ أنا مغترب هنا في مصر للدراسة. طيب. منذ 4 سنين. وبعد. أصلي الصلوات المفروضة كما هي. طيب. لكن من جديد سمعت فتوى، قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين يقول يجوز لي بما أني مسافر للدراسة أن أقصر في الصلاة. لا لا، الفتوى شاذة عن جماهير العلماء. يجوز للأشخاص أن يقصروا سنوات، لا ليس على هذا عمل العلماء. بارك الله فيكم. جزاك. حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا اللي كنت سائل على الإمام اللي كان بيلف في الصلاة كده. ما احنا خلاص انتهينا منه، انت تشتغل معنا يعني، وقت اللي بتهز في الصلاة قلنا الاهتزاز الزائد هذا لم يرد عن رسول الله. أنا قصدي بقى أنا أصلي في جامع تاني وأسيبه، ولا صلاتي وراه عادي؟ إذا لقيت مسجد آخر صلي، ما لقيتش صلي وراء هذا وصلاته صحيحة. طبعا بس هو بيلف عن القبلة كده شوية، يعني وشه بيروح صلاة صحيحة، وسواس. الله يغفر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ هسأل على صحة حديث سلي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت. علقوا الصوت في البيت حيث يراه أهل البيت لا يصح. يعني ما ينفعش نتشرف بيه يعني وكده، هو عشان ترغيب أهل البيت يعني، أو الخدم أو الأطفال أو النساء أو كده. والنبي نهى عن ترويع المؤمنين. ماشي، بارك الله فيك. رفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا حضرتك، أنا اللي كنت مكلم حضرتك إن الفتاة اللي تزوجت بدون رضا أبيها، شيخنا بعد إذنك، هي أبوها ما جهزهاش لغير جهاز بسيط جدا، فهل يبقى حرام عليه؟ ليس بحرام عليه وليس هذا بواجب عليه. نعم شيخنا؟ ليس بحرام عليه وليس بواجب عليه. جزاك الله وإياكم. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجهري. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ليه عند حضرتك طلبين يا شيخ مصطفى؟ اتفضل عبد الرحمن. اول حاجه عايز لو حضرتك يعني تعرف توصلني بالشيخ ابو اسحاق الحويني، نفسي اكلمه في التليفون. ده هو في قطر. ايوه، ما انا مش عارف اوصل له ازاي. حاضر ان شاء الله، لعلنا نبحث لك على الرقم ان شاء الله. وعايز طلب تاني بقى من حضرتك تدعي لي ان انا انجح يعني في الكليه وجبت اداءات كويسه واحفظ القران الكريم ان شاء الله. الله يوفقك ويصلح لك دينك ودنياك يا رب. الله يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. يا سيدنا تفضل. نسألك الدعاء يا سيدنا. الله يبارك فيك، تفضل. يا سيدنا تفضل. حضرتك في أحد الجيران عندي كان أقسم على زوجته، قال لها إيه؟ يعني باللفظ كده، قال لها أولاد علي الطلاق من أمكم دي مش حدش يفتح المحل دلوقتي. وبس في ناس قالت له انت ما يمكنش تتكلم، وراحوا فتحوا المحل. ايه حكم دي؟ كفارة يمين. ماشي يا سيدي، جزاك الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يرضى عنك ويبارك فيك. يا رب وإياكم. عندي سؤال يا مولانا، الله يرضى عنك. اتفضل، الله يحفظك. رجل دخل صلاه، ترك صلاه المغرب لعذر يعني، ثم دخل العشاء، دخل المسجد فوجد العشاء قد قام، ودخل مع الامام في الصلاه، ثم انفصل عنه في الركعه الثالثه بقلبه، ادى معه الحركات وقال انا خلاص وقفت على الثالثه وشاهد وسلم، وليس عنده درايه بالمساله يعني. يعني نوى مع الإمام، الإمام يصلي العشاء وهو نوى المغرب وفارق عند الثالثة. فارق بقلبه، أدى الحركات معه. فارق بقلبه إزاي والحركات معه؟ يعني صلى المغرب أربع ركعات. لا هو وقف، قال لك يعني وقف مع عشان ما يعملش بلبلة في المسجد نفسه. يا أخي الكريم ركز في السؤال بس، يعني هو الآن عند الركعة الثالثة صلى وانصرف ولا بقي يتابع معهم الأربعة؟ أتم معهم الأربعة بس بدون حركات فقط. يا أخي لكن سجد وركع للركعة الرابعة. نعم نعم نعم. يعيد الصلاتين، يعيد المغرب ويعيد العشاء. يعيد الاثنين. نعم. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الشيخ مصطفى. وحياك الله يسلمك. لأن شيخنا بارك الله فيك، فضلتك وأهل علم الأفاضل من أهل السنة والجماعة أنكرتم ضلالة البيت الإبراهيمي، لكن خرج رجل من غلاة التبديع وقال كلام طويل غير سالم أن ده فيه نشر لهذه الضلالة، فهل هو له مستند هذا الكلام؟ إيه اللي نشر هذه الضلالة؟ يعني هو بيقول الإنكار العلني على أمر البيت الإبراهيمي فيه نشر لها. هذا شخص جاهل غارق في الجهل، هي منتشرة في العالم بغبائه لا يعرف، كل وسائل الإعلام تتحدث بها، وطبعا الشيء إذا كان علنا منكر أعلن يعلن الإنكار عليه، أنت فاهم كلامي؟ تمام تمام. العامة حتى يقول لك تضربنيش في الشارع وتعتذر لي في غرفة ضيقة، فلا انتشر وعامة وافتتح وأعلن عنه لازم تنكره إنكارا يصل للصغير والكبير، أمر كفر مثل هذا الأمر. لا تلتفت لأولئك الحمقى يا أخي، لا تشغلنا بهم يا شيخ سيد. طيب السؤال الثاني تكرمت، قول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، كيف نطبقه في حياتنا
وبارك الله فيكم. أذن مرتين ولا حاجة. بارك الله فيك. أنت لا تضحك، أول من أوائل الداخلين في الآية المؤذنون. قل حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأيضا إضافة إلى ذلك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شكرا. الله يرحمه، الله يرحم الشيخ سعد درغم. منين يا محمود النقدي الموصل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استأذن حضرتك بس في يعني كان سؤال سريعا كده، بس ما تقطعش عليا الخط الله يبارك لك. لا أعدك، الله يبارك لك ولا أعدك، إذا كانت السلعة نفع أنا مستمر، غير نفع سأقطع. طيب حاضر. دلوقتي لو والدتي في العدة وخارجين بالمشوار يعني المشاورة الحكومية اللي هي الخاصة بالإعلام الوراثة والحاجة. لا بأس بذلك. وهشتري طلبات بعدها. لا بأس بذلك أيضا. عادي ولا أرجعها البيت الأول؟ لا بأس بذلك. طيب ده أول سؤال. تاني سؤال، لو ثواب القرآن بيوصل للمتوفي، يعني لو قريت قرآن يوصل وهبت ثوابه للمتوفي يوصل؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طيب بالنسبة للصدقات، لازم أطلع صدقة ليا وصدقة للمتوفي، ولا ممكن أطلع صدقة ليا وللمتوفي نفس الصدقة؟ على ما تحبين، لكن إذا أخرجت 1000 جنيه لك والمتوفي ولك ثواب 500 ولا ثواب 500. يعني الأفضل إن أنا يعني أقسم الصدقات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، كيف الحال؟ تفضل الله يسلمك. حفظك الله ورعاك يا شيخ. حياكم الله يرحمه يا هاني بن شاوي. تفضل. اسمح لي بسؤالي يا شيخ. تفضل. بخصوص مسألة القنوت في صلاة الفجر سرا قبل الركوع، هل فيها تفصيل مثلا من أقوال العلماء؟ قبل الركوع؟ نعم قبل الركوع وسرا. والله يا أخي أظن أن هذا محمول على طول القيام. والله أعلم، لكن الوارد أن الرسول دعا بعد الركوع شهرا. بارك الله فيك. يعني شهرا بعد الركوع جهرا ويؤمن الناس من خلفه يعني. نعم نعم جزاء. طبعا طب الصلاة صح يا شيخ بالنسبة لل يعني للركوع، إذا كان مثلا كان قبل قيام وسر؟ الصلاة صحيحة. نعم لكن الأولى طبعا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا شك فيها. نعم جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله بخير. دايما يا رب. كنت بسأل حضرتك سؤال، كان ليا بنت خالتي فكانت متجوزة وجوزها يعني اختلفوا وطلقوا بعض 3 مرات. فراحوا للبتوع الإفتاء قال لهم في يمين عندكم يعني، بس انتوا طلقتوا عند الحكومة 3 مرات. فيعني كانوا بيقولوا عايزين يعني ان حد يكتب الكتاب ويطلق في نفس الوقت عند المأذون من غير دخول يعني. فرأي حضرتك ايه؟ لا يفعل. لا الله المحلل والمحلل له. لا هو يعني مش هيخش عند المأذون ويكتب ويطلع في نفس الوقت. هو تحليل يحلل. لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. تفضل. يعني كنت وعدنا زوجتي شيخنا وبكلم معها كلام عادي كتير. فقلت لها انت متطلقه متطلقه، ما كانش عاوز ما كانش ليه قصد في اي حاجه. الو متطلقه متطلقه وهي ماذا فهمت؟ نعم ماذا فهمت؟ انا كنت بكلمها يعني عادي، كنت بقول لها يعني بكلمها كده يعني بخوفها كده يعني، بقول لها انا هطلقك فانت متطلقه متطلقه يعني، حاسس ان انا بخوفها يعني في الكلام. لا التطليقه وقع. نعم وقع واحده. بقول لها انت متطلقه متطلقه. ايوه ما انا سالتك قبل كده حضرتك قلت لي انت ما تقلقش يا شيخ. لا 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 انت السياق الذي قلته الان اختلف. قلت لها انت متطلقه متطلقه يعني، بس حاسس ان انا هطلقها يعني، فما جيتش اشتريها باي حاجه. في فارق اللي انت سالتني عنه، واحد قال انا طلقت زوجتي وهو كاذب.
لا مش كده يا شيخ، لا افهم القصد اللي انا جاوبت عليه، لكن على العموم زوجتك طالق بهذه الطريقه التي ذكرتها. لما انتش انا طلقتك يا شيخنا. معلش يا حبيبي خلصنا، انت بتطلقها متطلقها. حذف الكلام الاولي. السلام عليكم. يا الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا، اخبار حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله انا بخير الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك كنت جاي بخروف كده لعقيقة صغير بحيث اربيه يعني، كنت سايبه عند حد قريبي يربيه وكده. فهو بيربيه يعني في فترة التربية بتاعته كده خبط ومر على عينيه يعني وقت. اللي حصل؟ اللي حصل؟ ماذا حدث؟ اتخبط على عينيه. اتخبط على عينيه؟ اه، فعنده عين راحت، فيجوز يذبح عقيقة ولا كده يكون في عيب شرعي؟ للأضحية لا يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في العقيقة فيها اختلاف، العلماء الذين يشترطون في العقيقة ما يشترط في الأضحية يستلزمون السلام من العيوب، أما الذين لا يشترطون فيجوزون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله بخير. ربنا يصلح حالك يا رب. لو سمحت بس بسأل على حديث كده شفته، فعايز اسأل صحة الحديث ايه بالظبط؟ اتفضل يا اخي. هو الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعلمه ابتلاه الله في جسد. لا، بهذا اللفظ لا يصح. هذا اللفظ هو انا قلته في سنن ابو داوود وعن اللجلاجي بن حكيم. بهذا اللفظ لا يصح. لا يصح. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا عندي بنت 6 سنين ونص، هتكمل 7 سنين بعد كام شهر يعني. إن شاء الله. فأنا قول إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله يا رب. فأنا كنت يعني عايزة أخليها تصوم رمضان. فزوجي بيقول يعني انها صغيرة ومش هتتحمل وكده، فيعني صح ان هي تصوم التوسط. لا تشددي، اذا دربتيها بالحسنى لا بأس. قالت الربيع بنت معوذ: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فاذا جاء احدهم جعلنا له اللعبة من العهن، يعني حتى ينشغل بها الى ان تغرب الشمس. ورأى عمر، وهذا عند البخاري معلق، نشوان فضربه يعني واحد سكران، قال: ويلك وصبياننا صيام، دربيها بالحسنى ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لا انا شيخنا بخصوص القبر، لو ان القبر هو الاصل وبنوا عليه مسجد ودارت الايام والمسجد اتهد وعملوا فيه خلوا المقام بره الجامع، حكم الصلاه فيه ايه؟ بره الجامع في الامام او في الخلف؟ إيه على يسار الامام، بس بينهم سور يعني، هو خلاص هو بره الجامع خلاص، بينهم في باب بس فتحه كده في في الجدار الفاصل بينهم. لكن في ناس ياتون لزياره القبر. لا خلاص ما عادش حاجه من دي. على كل الصلاه فيه جائزه مع الكراهه. صلاة في جائزة مع الكراهة؟ أيوة. طيب السؤال الآخر يا شيخنا لو تكرمت، يقول والده أجبره على التنازل عن بيته للوالد وطرده منه، هل له إن هو يحتال حتى يسترد هذا البيت؟ البيت في الأصل بيت من؟ بيت الولد، غربة 15 سنة وحط فلوسه في البيت، والولد عمل معاه مشاكل عشان يتنازل له ويخليه باسمه هو، وبعد ما تنزل طرده. من حق الولد ان يسترد ان يسترد بيته. من حقه ان يسترد بيته. نعم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل. حالك؟ الحمد لله بخير. إذا سمحت يا شيخنا، أنا شاب، يعني أنا الله عز وجل علي بإمامة مسجد تطوعا، وأثناء الصلاة أثناء الإمامة يعني أخطأت في آية، بدلا من أن أقول إن الله تواب رحيم قلت إن الله غفور رحيم ولم يردني أحد، فهل صلاتي فيها شيء أو المأمومين عليهم شيء؟ أعد. أثناء الصلاة أنا وبأم في مسجد في صلاة العشاء، فبدلت آية معينة، فآخر الآية إن الله تواب رحيم في المسجد، وأنا في الفتح إن الله غفور رحيم، فهل علي شيء إعادة الصلاة أو المأمومين عليهم شيء؟ لا ما عليك شيء. نعم بارك الله فيك. طيب سؤال آخر شيخنا، أو نصيحة يعني أرجو من فضيلتك، يعني أنا خطبت يعني فتاة مرة، خطبت يعني أول مرة ولم يحدث نصيب إني أكمل، وبعد ذلك خطبت مرة ثانية وما حصل نصيب إني يعني أكمل كذلك، فأنا يأست حقيقة إني أجد الزوجة الصالحة، فماذا أفعل يا شيخنا؟ لا تيأس واستمر في الدعاء وسؤال أهل الصلاح. نعم استمر في الدعاء وسؤال أهل الصلاح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم لو سمحت يا شيخ، نعم شخص توفى أيوه وابن عمه قرر امام الناس انه يسدد ديون. ايوه وكان يعرف قدرها، قد كان يعرف قدر الديون. نعم طيب وبعد؟ اذا كان لا يعرف قدر الديون وقال الديون علي ويظنه مثلا 10,000 20,000 وجدان 200,000، له أن يرجع لأنه ضمن في شيء مجهول إذا كان فوق طاقته. بهذا يكون سقط الدين؟ لا ما يسقطش الدين عن الميت إلا إذا أدي الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ مصطفى. وحياك تفضل. في حديث في موقع الدورة الثانية عزوه إلى سنن أبي داود رحمه الله يقول أخذنا فألك من فيك عن رسول الله. أيوة ممكن عزوه إلى صحيح أبي داود، إلى يعني خرج الألباني ممكن إلى صحيح أبي داود ورواه أبو داود رضي الله عنه رحمه الله. ممكن تذكر السند إذا كان؟ لا السند ما ذكرهوش بس ممكن نقول لحضرتك إن شاء الله. طيب سؤال آخر بخصوص السخرية والاستفزاز الغير، يعني السخرية الآن يطلقون عليها اسم التنمر. الحديث الذي أنت تسأل عنه الآن نعم. في سنده رجل لم يسمى من طريق سهيل بن أبي صالح، رجل لم يسمى عن أبي هريرة، لو حديث أخذنا فألك من فيك. أيوة ضعيف الإسناد، يعني فضلت تحكم عليه بالضعف. السند الذي أمامي ضعيف الإسناد. نعم. طيب السؤال الآخر بخصوص السخرية واستفزاز الغير، السخرية الآن يطلقون عليها اسم التنمر، لو إنه واحد سخر من غيره وتسبب في موته بسكتة قلبية أو جلطة أو ما شابه ذلك، هل يقتص منه؟ لا لا يختص منه حتى باب التعذير يا شيخ، او يكون مثلا نقلل الامر ده؟ لا لا. طب يعاقب ازاي؟ والله يعني يعاقب بقدر الاهانه التي اهانها للشخص. يعني مثلا هو عارف ان اللي قدامه ده مريض قاعد يستفزه ويغلط فيه ويعمل لا يكون قتل خطا، يلزم بقتل خطا. صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. بقول لحضرتك انا عندي استفسار كده بسيط. اتفضل.
الله يكرمك ويكرم أصلك. كنت أنا تقريبا من سنة ونص وأكتر كده كمان كنت مسلف حد جاري. إيه. كنت مسلفه. أقرضت شخصا جارا من سنتين أو سنة ونصف وبعد. يعني حوالي سنة وتسع شهور مثلا. أيوه. كانوا 5000 جنيه. إيه. تمام؟ نعم. طبعا بدأت إن أنا أطلبه يعني من حوالي 6 شهور. كنتم حددتم الأجل؟ المفروض كان لا يعني هو ان شاء الله يعني فتره ويسددهم. يعني ما حددتم الاجل؟ لا ما حددناش فتره. طيب وبعد؟ بس المفروض كان اللي هو كان قاعد من الشغل شويه وقال لي اول ما اشتغل. وطبعا هو اشتغل بعدها بحوالي بعد ما استلف الفلوس. المهم يعني ما حددتم وقت التسليم وبعد؟ لا. طيب وبعد؟ بعد كده جيت من 6 شهور بدأت ان انا اطلبه. أيوة. قال لي الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي، قال لي اللي بعديه، اللي بعديه، قال لي الشهر الجاي، الكلام ده كله. تمام؟ فانا طبعا انا كنت زهقت معاه والكلام ده كله، ففي نص الشارع جيران هو دخلهم بنفسه مش انا، انا ما رضيتش ان انا اتكلم في حاجه خالص، الكلام بيني وبينه. فالمهم دخل لي ناس من الشارع وعملنا قعده وحكموا عليه يعني ان هو يعني خلاص يبقى الاربع اللي جاي. تمام؟ تمام. ده كان الأسبوع اللي فات. المهم حضرتك بعد كده جه قال حتى لو ما دفعتش هبيع أوضة النوم وأسددها. طولت علينا في الكلام يا شيخنا الكريم. معلش أنا آسف. معلش. اختصر الكلام ينسي بعضه بعضا، ما السؤال؟ المهم هو في الآخر اتفضل. إيه السؤال؟ السؤال إن هو المفروض إن هو باع أوضة النوم وسدد فلوسي. أنا من وقت ما باع أوضة النوم اللي هو أول إمبارح وسدد الفلوس أنا مش عارف أنام. مع إن أنا ربنا اللي يعلم أنا محتاج. يعني أنت حزين أن صاح الشخص المدين لك باع غرفة نومي وسددك الأموال. أنا حزين جدا على اللي هو عمل كده بس أنا غصب. لا لا تحزن، لا تحزن، إن شاء الله يغتني ويجيب غرفة نوم أحسن منها. من؟ يا رب. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. أشهد الله في عليه أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال من فضلك، من فضلك. تفضل. تسمعني شيخنا؟ أسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. كنت مثلا على ختان الإناث يا شيخ. الأمر فيه ساعة ويرجع إلى حال الفتاة، إذا الطبيبة قالت الفتاة تحتاج إلى ختان ختنت وإلا تركت. أشكرك على خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت هل المتوحد يشعر بمن يزوره ويستأنس به؟ لا يشعر. نعمل مع البر ولا لا بعد لا يشعر إلا عقيب الوفاة فقط إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع عن أهلهم. قال عمرو بن العاص إذا أنا مت فانكث عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم أن رجع رسل ربي. أيضا في غزوة بدر بعد أن قتل الكفار من الكفار من قتل وطرحهم النبي في قليب خبيث منتن قليب بدر وقف عليهم وقال يا أبا جهل ابن هشام هل وجدتم ما يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتنادي جيفا قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فعقيب الوفاة قد يرد شيء من السماء لكن بعد ذلك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. طب السلام اللي على المقابر ده يا شيخنا مش هنعد نقول السلام عليكم ورحمة الله ده حديث. السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون حديث. صح يا سمية هناك سلم مكرر لكن ماذا نصنع؟ يأتينا ناس جدد يسألون عن دينهم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخ الغالي. تفضلي يا اختي. ليا سؤالين يا شيخ بعد اذنك. تفضلي. انا عندي الذهب بتاعي ده ذهب اللي هو كان جاي في مهري اللي هو بتاع زواج يعني. نعم. وانا زودت عليه.
طيب فانا الذهب ده اطلع عليه زكاه كام او اطلع زكاه مثلا؟ انا ما كنت من يوم ما انا متجوزه من 10 سنين وانا ما طلعتش الزكاه، انا كنت بعته وبعدين رجعته تاني وجبت جزء بجزء، فمش الكميه اللي عندي دي مش جايباها مره واحده، فانا الزكاه بتاعته افهمها ازاي؟ اذا بلغ النصاب وبعد بلوغ سنه من بعد سنة من بلوغ النصاب تزكى عليه جميعا. طيب بنقدر القيمة ازاي؟ تقيميه بكم الذهب هذا وتخرج ربع العشر. ربع العشر تمام. طيب انا والدي السؤال الثاني برضه بخصوص الزكاة برضه. والدي كان شغال حكومة واخد مكافأة نهاية الخدمة وبرضه كان كل شهر بيركن جزء بجزء، بس المبلغ ده هو بتاع زواج اخويا، انا ليا اخ ما اتجوزش لسه، المبلغ ده بتاع زواجه برضه عليه زكاه؟ يعني المبلغ مع مين الان؟ المبلغ ده بتاع والدي هو عينه معاه، انا ده السؤال التاني. عينه مع من؟ مع الوالد نفسه؟ هو المبلغ ده مع والدي هو عينه ده، بس ده بتاع زواج اخويا. يجنبه على جنب تماما ويعرف زواج اخيك ويسلمه له، قل هذا زواجك. لكن بخصوص الزكاة بقى، المبلغ ده عليه زكاة؟ لا معلش، زكاة خرج من عهدته تماما. لا بس لازم يشترط عشان ما يبقاش عليه زكاة ان هو يسلمه لاخويا. اذا علمت تماما ان المال لفلان الميت. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك فضيله الشيخ؟ الحمد لله بخير. شيخنا ربنا يرضى عنك يا رب، ربنا يرضى عنك. وعنك يا ربي وعنك. ربنا يكرمك. سؤال يا شيخنا الله يكرمك. وياكم. هل الصلاة هل الإحرام صلاة مخصوصة؟ ليست للإحرام صلاة مخصوصة، إنما جاء توافقا أن النبي لما صلى الظهر تقريبا هل. نعم. طيب وهل لزيارة مقابر الشهداء سنة مخصوصة؟ لا، ما في إلا السلام. النبي عليه الصلاة والسلام زار شهداء أحد قبل موته بثمان سنين. شيخنا يعني بعض العلماء يقول ان يعني يسن زياره مقابر الشهداء، فهل هي يعني تسن على العموم كزياره المقابر ام لها سنه مخصوصه؟ لا، ما لها سنه مخصوصه الا ان النبي اتى مقابر الشهداء احد صلى عليهم قبل بعد دفنهم بثمان سنين. يعني يسن لو انا في المدينه ان انا اروح ازور مقابر الشهداء؟ ان زرتها لا حرج عليك. السلام. اللهم اكتب لنا هذا الحج. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لو تكرمت سيدنا في بعض كم سؤال معك كده والله. السلام عليكم. تفضل يا أخي. الله يرضى عنك سيدنا. وياكم، تفضل. في سيدنا انا كنت كلمت حضرتك في مبلغ مثلا بتاع شركة الكهرباء، كان فيه بعض ديون عليا في شركة الكهرباء، كنت وصلت اشتراك اللي هو بدون ما اللي هو التوصيل اللي هو بيقولوا عليه بدون ما الموظفين يجوا اللي هو بتاع توصيل الكهرباء ده سيدنا، يعني الطريقة الإصلاحية التي اللي هو ممارسة. ايوه ممارسة. فالموظف قال لي وصل والشركة هتجيلك، فالشركة ما جاتش، قعدت كام سنة ما حد جاني. فأنا كلمت حضرتك قلت له أنت عليك مبلغ وديه الشركة، فأنا رحت كلمت بتوع الشركة هناك فقالوا لي إحنا ما عندناش الكلام ده، هتودي الفلوس فين وتجيبها فين؟ فما فيش مصدر تاني. أي صدقة؟ أي صدقة عامة خلاص. نعم؟ صدقة عامة. صدقة عامة؟ أيوه. طب تجوز في إخراج للكتب العلمية و تجوز. تجوز.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. وحياك يا أختي. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله والذي أحبتنا فيه. سؤال يا شيخ. الآن أمي عندها أختين وأربع أخوات. طيب. وليها ورث في بيت أبيها. طيب. فهي وأختينها عايزين يتنازلوا عن نصيبهم لأخ ليهم. هل يجوز؟ هذا كل ما تملكه أمك أو لها ميقات أو لها مال آخر؟ لا لها مال آخر. هل هذا يساوي الثلث أو أقل من الثلث؟ لا أقل من الثلث لأن المكان بعيد يعني مش كبير. لا بأس بذلك. جزاك الله خير. سؤال آخر شيء. تفضل. بخصوص زيارة النساء للقبور. نعم. هذا جائز ولا مكروه ولا إيه؟ جائز. جائز في كل الأحوال. لا جائز بالضوابط الشرعية بدون فتنة ولا بدعة. اي طيب ممكن يا شيخ سؤال آخر يعني بخصوص يعني قرأت كتير عن الفتنة اللي حصلت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهم وعايز مصدر يعني يكون موثوق إن أنا أقرأ من بداية الأمر. والله يا أخي الأسانيد في هذا الباب شحيحة جدا قليلة جدا يعني أجتنب أفضل؟ نعم أجتنب الموضوع أفضل؟ أنت عرفت خلاص النتيجة النهائية قدر الله ما شاء فعل أن علي رضي الله عنه ولي الخلافة ومعاوية رفض أن يذن لخلافة علي وقال أريد قتلة عثمان فقيل لو ادخل فيما دخل فيه الناس أبا فحصلت المشاكل أمور إجمالية أخير. فقط ادعي لنا يا شيخ الله يوفقك أسأل الله السلام يا إلهامي ادعونا السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى أي نعم مصطفى إني أحبك في الله شيخ حبك الله الذي أحببتنا له حضرتك أنا طالع إن شاء الله عمر آخر 10 أيام في رمضان يا عبد الرحمن اتفضل تمام فأنا كنت مشتاق أروح أزور النبي فالناس في بعض الإخوة قالوا لي يعني ممكن ما تروحش وما ينفعش تروح مثلا تزوروا القبر فأنا مش عارف أعمل إيه هم يقولون على الأفضل فقط لما تزور مسجد رسول الله وتسلم على رسول الله لا مانع أبدا لا مانع لكن أنا أقصد يعني هل هم قالوا لك يعني البقاء في العشر الأواخر في مكة أفضل أو يمنعونك من زيارة رسول الله مطلقا أنا أفضل طيب معايا في آخر 10 أيام وتكرار العمرة يا شيخ معلش سؤالتين لا الأفضل طبعا أنا أختار أن مكة أفضل لأن الصلاة فيها 100,000 صلاة وبها الكعبة البيت العتيق وإن شئت أن أنزل وأطوف طفته انا اول ما رحتش خالص السعوديه قبل كده يعني لازم اروح عند النبي مثلا تروح اروح عند النبي عليه السلام قبل الاعتمار او بعده او بعد رمضان مش مشكله الله يبارك فيك يا شيخ شكرا وياك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا اتفضل الله يحفظك. أمي من قال لزوجته يا شيخنا أنت متطلقة وما كانش يخص الطلاق. والله يا أخي الكريم اللفظ مخرجه لأنه اختصر الآن. أنت مطلقة أنت مطلقة هيك تزوجت قبله ولا شيء؟ لا يعني هو كان بيهددها بالكلام بس يا شيخنا. لا طلاق واقع. هذه من شوعانك الله يا عطل الكلام أيضا. السلام عليكم تليق ثلاثة فضائل ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل أشهد الله إنه يحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه وعسى الله أن يبارك في عمرك وأن يبارك الإسلام والمسلمين وإياك إذن لي شيخنا في ثلاثة أسئلة تفضل السؤال الأول أنا أعمل في شركة في مجال تحصيل الأموال من العملاء تمام؟ أيوه وتطلب مني الشركة أن أذهب للبنك لأعمل إيداعات الشركات الأخرى فهل علي إيه؟ طبعا عليك إثم إلا إذا كنت مضطرا تمام هذا هو عمل يعني أحصل المال وأضعه في البنك للشركات الأخرى
يعني انت يعني عفوا انت تسدد الديون ولا ايه؟ لا انا لو سدد ديون انا احصل اموال الشركه التي انا اعمل بها، ايوه، والشركه تطلب مني ان اعمل اذاعات لشركات اخرى لسداد فواتيرها. يعني ديون عليكم للشركات الاخرى ولا لا؟ ديون مستحقه. طيب يعني لا باس انك سدد الديون من خلال اي واحد مرابي. تمام. يعني انا على اسمي في هذا الوضع؟ لا، اذا كنت انت يعني ابسط المساله اكثر من على حسب فهمي. تمام. انا رجل مدين لزيد من الناس، وقلت للمحاسب عندي خذ هذا المبلغ ارسله لزيد من الناس. تمام. لا باس بذلك. الله يكرمك. والله يعني محمد الدنديتي جزاك الله خيرا. ان شاء الله نرتاح شويه قليل باذن الله بعد شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. بحبك لله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. شيخ انا عندي مشكله كبيره جدا يا شيخ، يعني انا عايز اطلب العلم الشرعي وبحب العلم الشرعي، ولكن اهلي مشددين عليا جدا، وكمان اهلي ليسوا من اهل السنه، حتى درس التجويد عشان نحضره يعني موضوع كبير ومشددين عليا بشكل مش طبيعي، فنصيحتك ايه يا شيخ؟ تعلم في بيتك الان، انت الحمد لله تتعلم، ولتعلم في بيتك. يعني اقرا كتب مثلا في الفقه الميسره وفي العقيده وكده. نعم، اقرا واسمع. اسمع دروس على النت يعني؟ اسمع دروس على النت واقرا كتب. بارك الله فيك يا دكتور عمرو فتح عثمان، وفقك الله ولك بمثل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. الشيخ من فضلك، يعني اللي عايزين نعمل عمرتين في عمره، اقرب مسافه التنعيم، يعني نحن نعلم ان السفر بعمره، فقالوا لنا من اقرب مسافه المدينه المنوره، ودي 7 ساعات. المسافه ايه اللي ممكن نبقى خرجنا بيها من الحل من الحرم للحل؟ ما في هناك مسافة ولا شيء مثل هذا. الحاصل أن تكرير العمرة في السفرة الواحدة لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكل الذين يقولون لك يقولون اجتهادا. فأمسى الاجتهادات أن تذهبي إلى المدينة وترجعي بعمرة من هناك. يعني التنعيم فعلا في كلام يعني مش محرم، يعني غاية ما يقال أن بالنسبة للتنعيم الرسول لم يفعله. والآن الناس توسعوا في هذا، واحد مثلا يقول أنا سأرجع من سفرتي ب17 عمرة. وهذا الكلام لم يرد عن رسول الله. فتوسع الناس في التنعيم، كل يوم ذهاب وإياب إلى التنعيم، كل يوم. وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، بس من هذا الباب. طيب المسافة اللي ممكن ما في مسافة يا أختي، ما قلت لك ما في نص في هذه المسألة. شكرا. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. تفضلي. لو سمحت أنا كنت سامع حضرتك امبارح لما حد اتصل، واحد اتصل بيسأل حضرتك على البيع، إن هو بيباع بنفس سعر الزيادة لما الحاجة بتزيد. ايوه، صيدلي صيدلي تخليم. ايوه فضيله الشيخ، طب الايام دي صعبه جدا على الناس كلها وعلى المسلمين، يعني ربنا قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. على الايجاب ولا على الاستحباب؟ ماشي، انا فهمت حضرتك ان حضرتك اجازت له حته البيع ان الفلوس حلال، بس احنا في الوضع الراهن غير ايام عاديه، يعني انا مش براجع حضرتك طبعا في الفتوى على راسي وكل حاجه، بس انا اقصد ان في الايام دي ناس بتعمل حاجات غير اخلاقيه بالمره، يعني جشع تجار حاجات كده غير يعني غير اخلاقيه، واحنا طبعا ديننا كله قايم على الاخلاق والمعاملات، وديننا كله معامله. في فارق يا اختي بين الفتوى بالحل والتحريم، وفي فارق بين الفضل. انا ممكن اقول لك يا اختي الكريمه الله يوسع عليك، تصدقي واحسني الى الناس الله يبارك فيك، غير ما اقول لك لازم تحسيني الى الناس لزوما. ففي فارق بين الواجب والنفل. انا عارفه ان هو كان بيسال حضرتك على حته ان الفلوس نفسها اللي هو هيبيع بيها دي حلال. هو لهم علل، هم لهم علل، هم لهم علل ايضا يا اختي. الان مثلا واحد يتاجر مثلا في سلعه معينه. في سلعه معينه.
السلعه دي هو اشتراها ب 100 ب 100 واصبح سعرها الان 500. اذا باعها الان ب 100 وجاي يشتريها هي نفسها غدا سيشتريها ب 500. فضلت الشيخ كل الناس اللي بتشتري حاليا في الوقت الحالي متضررين من حته ان هم يا اختي احل الله البيع يا اختي ده الاراء احل الله البيع بيشتروا غصب عنهم من فضلت الشيخ مش يا اختي شوفي هم راضيين على السعر اسمعي الكلام بس غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قيل يا رسول الله لو سعرت لنا قال ان الله القابض الباسط المسعر إني أخشى أن يطالبني الناس يوم القيامة بحقوقهم ولكني أدعو. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا نعم. نعم. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ مصطفى. يا مرحبا بك. سؤال يا شيخنا يقول هو في دولة أوروبية وأقرب مسجد له مسجد جماعة صوفية. نعم. هل يجوز إن هو يصلي معاهم؟ وبقول هو ما بيحضرش معاهم اي جلسات وما شابه ذلك، واقرب مسجد ثاني بينه وبينه عده كيلومترات. هؤلاء المتصوفه يعتقدون ان غير الله من الاموات يكشف الضر ويجيب المضطر، او لا يعتقدون هذا؟ هو ما ذكرش والله يا شيخ. في تفاوت في التصوفات، يعني في صوفي مثلا امره مقتصر على بدعه في الاذكار يفعلها. وصوفي آخر يعتقد أن أن الكون يسيره خمسة أشخاص، فلازم نشوف إيه درجة تصوفهم. يعني هو يلزمه الآن يعرف حقيقتهم إيه؟ ما يلزموش قوي يعني، إذا أمرهم مشهور بنى على المشهور يعني، لكن يكفيهم أنهم يصلون، يصلي معهم. يعني يصلي معهم عادي؟ يصلي معهم إلا إذا اكتشف شيئاً يخلوا بالشريعة، يخلوا بالمعتقد. يعني الاصل هو يصلي معاهم الا اذا ظهر شيء مخالف. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسن اطل الله عمرك اطل علينا صبرك الشيخ من فضلكم. اتفضل الله يغفر لي. هل يجوز اذا دخلنا على الكعبه ان نقول حته؟ لا 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 لا. هو الرسول قال كده يا اختي. تجيبوا الوسوس دي منين؟ هل رسول الله كان اذا دخل الكعبه او الحرم يقول حطه ويدخل ساجدا؟ نحن نسالكم. لا 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 لا، هذه خاصه ببني اسرائيل. طيب اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه، هل معناه ان احنا نتصدق اذا قبل ان ندخل على مسجد النبي؟ لا. الايه منسوخه. طيب الكمامة أثناء تأدية العمرة لا بأس. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله في نعم من الله. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب. وإياكم وإياكم. اتفضل. بقول لحضرتك. بسم الله. اتفضل. في جنة من جامعة القرية عندنا، حضرتك يوميا بعد صلاه العصر بنقرا كتاب رياض الصالحين حدثين او اكثر، يعني على حسب الوقت، يعني في حدود 10 او 15 بس يعني. والدرس ثابت يوميا. درس ثابت يوميا؟ درس ثابت يوميا بنقرا فيه من 2 لاربع احاديث او 5 احاديث في غضون ربع ساعه. لا بأس، ده كان وصيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه للمساجد في السعوديه. تمام. 5 دقائق يوميا بعد صلاة العصر في قراءة باب من رياض الصالحين. تمام، بنخلص عشان بالترتيب نخلص ونرجع نبتدي تاني من الأول يعني. ما فيها شيء، ده أمر تعليمي، إن فعلتم فعلتم، ما فعلتم لا إثم عليكم. لكن هي هل الرسول يوميا ده ما فيش مشكلة يعني. هل الرسول أثر عنه ذلك؟ لم يؤثر عنه ذلك. لكن أيوة. كدروس علم لا بأس. هو كحلقة تعليم يعني أو درس علمي يعني. الله يحفظكم.
طب بقول لحضرتك سؤال تاني، الشخص كان اقترض بقرض من البنك يعني وسدده وبيسأل يعني هو عايز يكفر عن هذا الذنب يعني، فعايز يعمل حاجة زي وليمة أو حاجة يعني كفارة يعني أو كده. يعني إن الحسنات تذهبن السيئات بصفة عامة، يعمل حسنات كثيرة من أي باب والله سبحانه وتعالى يتقبل. هو عايز يعمل حاجة زي يعني يذبح أو يعمل حاجة زي كده، ده مشروع؟ يذبح وتصدق للفقراء؟ أيوه تمام. لمحو الذنب؟ تمام. هل في هذا الذنب تعلق بأحد من البشر يعني حق لبشر؟ لا طبعا، هو اقترض عشان يشتري قطعة أرض. يستغفر الله، يستغفر الله ويعمل صالحا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل يا حبيبي. أحضر حضرتك. تفضل. سؤالي معقد شويتين. أنا دلوقتي أنا دكتور وكنت بجهز مكان وده الأجهزة بتاعته مبلغها كبير. طيب. فكان في مبادرة خاصة بالبنك ان هو يشتري الاجهزة دي، ياخد مني اسامي الشركات واسامي الاجهزة. لا يجوز. لا يجوز. لا معقد ولا شيء. لا يجوز من له. حرام ربا. حرام وربا. ما انا سؤالي هنا ان هو مش هيسلمني اي اموال، هو هيديني الاجهزة و... لا يجوز. وانا هقسط للبنك. حرام وربا. بنك ليس بياعا ابدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك صحصح كده وانت شكلك يعني نايم؟ كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. انت علامة يا شيخ. الله يوفقنا وياك يا اخي. هل تسمع لي بالسلام؟ تفضل. مرحبا استاذ سعد، تفضل. ما قولكم في التكلف في بناء مآذن المساجد؟ ففي بلدتنا شيد مئزمة شهيقة العلو. هل تسمعنا يا شيخ؟ اسمها قرية أو مدينة؟ قرية. قرية. أنفقوا عليها ما يقارب ربع مليون جنيه. مع أنه لا داعي لهذا كله، في الأذان مسموع في كل مكان. صحيح. ما قولك في هذا الشيخ؟ والله هذا تبذير شيء ما. تبذير. وكان يجمعون على انها تبرعات للمسجد وهكذا. خلاص امرهم الى الله. حاجه ثانيه؟ سؤال ثاني؟ نعم. في سؤال اخر؟ غلطانين يعني. في سؤال اخر؟ سامي، نريد منك كتاب يتكلم عن الجن والسحر، لانه اكثر موضوع تكثر فيه الخرافات والدجل كما تعلم يعني. حاضر. ان شاء الله اشوف لك كتاب باذن الله في هذا الصدد. بإذن الله. حاضر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك سيدنا ميرنا. وعنك رضي يا ربي. في أختي يا سيدنا، أخت طالبة علم، يتقدم لها شاب ليس على علم. طيب. فهل توافق على الزواج منه أم تكمل طلب العلم الشرعي؟ طيب يعني ولا طيب ودين ولا ايه بالضبط؟ نعم. يعني عنده دين وخلق وسيساعدها على رجل العلم. مصلي، رجل مصلي، بس هو في الوضع في الشكل الحالي هو مش ملتزم بالسنه، مش مطبق، هو رجل عادي، وهي هي تتمنى طلب يكمل طلب العلم. وانت طالب علم مرشح لها ولا ايه؟ انا لا، انا مش مرشح لها. مش مرشح لها يعني. يعني الان. نعم. يعني الآن في فتاة طالبة علم تقدم لها شخص مصلي، لكن هل هذا الشخص المصلي وإن كان سيساعدها على الطلب اللي هي عاوزاه؟ سيساعدها؟ لا يساعدها بالكيفية اللي هي طلبها. خلاص اخبرها كده ولا شوف واحد يساعدك بس، لكن هب أنها هب أنها تقدم ما بها السن. سنها تقدم 30 سنة 25 تقريبا أو 23. مش يعني. متوسطة الجمال، مش نسبة الجمال متوسطة. هي حرة بقى، ادلها القرار هي. نعم؟ أعطيها القرار، لأن البنات كثيرات منهن إذا تزوجنا انشغلنا بالزوج. نعم. أعطيها حقها في القرار
ما دام يعني يقيم أمر الله وإن كان مقصرا في بعض السنن، هو رجل مسلم. شوف، ما تكون منظومة متكاملة، حالته المالية طيبة، هو ولد طيب، أهله طيبون، من بلدة بعيدة أو من بلدة قريبة، فظ غليظ أو على خلق حسن، منظومة متكاملة وناخد النهاية. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبكم في الله يا شيخ مصطفى. حبك الله الذي أحببتنا له. بالنسبة للمرور بين يدي المصلي، يعني أنا أسيب بقدر مكان السجود وأعدي وأمر من بين إيديه، ولا ممكن. لازم لا ممكن سيب قدر السجود أو ثلاثة أذرع أفضل. الثلاثة أذرع دي بالسنتي يعني قد إيه؟ ممكن ما فيش بالسنتي، يعني ما كانش على عهد الرسول سنتيمتر. يعني مسافة تقريبية يعني مترين مثلاً. مترين مثلاً جدا. ماشي، شكراً. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا فأنت خير الرازقين، ونسألك فتحا قريبا يا خير الفاتحين، ونسألك مغفرة للذنوب يا خير الغافرين، نسألك نصرا عزيزا مؤزرا يا خير الناصرين، ونسألك أن تحفظنا وأن ترحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفواضل ارفع درجاتنا في عليين، يا ذا المعارج ارفع درجاتنا في عليين، يا ذا الفاضل تفضل علينا يا رب العالمين بكل الخير يا رب. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وأكرمنا وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور، ونعوذ بك يا ربي من الزلازل والفتن. نعوذ بك يا ربي من الزلازل والفتن ومن التردي والهدم يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وكن لنا ظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم تول أمرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم دبر لنا أمرنا يا رب العالمين، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وجعلنا نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم من علينا بالسمع والطاعة لك، اللهم من علينا بالسمع والطاعة لك، ارزقنا وأزواجنا وذرياتنا السمع والطاعة لك يا رب العالمين. نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون، صرهم بنصرك ويدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم فك أسر أسيرهم واقض الدين عن مدينهم واكشف الكرب عن مكروبهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.